حياكم الله مشاهدي الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. قبل لا أبدي بفقرات البرنامج، هذه الأيام هي أيام النصر، أيام النصر على العصابات الإرهابية داعش اللي تحقق بسواعد الأبطال من القوات الأمنية والحشد الشعبي المقدس اللي أعادوا المحافظات والمدن وحرروها ورجعت لأهلها وناسها. قدمنا تضحيات، قدمنا شهداء، الله يرحم كل الشهداء اللي استشهدوا في هذا اليوم في هذه الأيام. عصابات داعش الإرهابية، هذا اللي صار اليوم أو هذه الأيام هي يوم النصر العراقي. مشاهدينا الكرام خلينا ناخذ فاصل ونرجع نكمل حلقتنا لهذا اليوم، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. حاب أذكركم فقرة خاصة راح تكون ليوم النصر اللي هي فقرة تويتات. الآن ناخذ فقرة فيس تو فيس وأخبارنا ومواضيعنا وأحداثنا في هذه الفقرة. في أولى المواضيع اللي صارت ترند ورأي عام والناس سولفت بيها وحكت بيها، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، والسبب غريب أغرب مما تتوقع عزيزي المشاهد. هذه الحالة حدثت في العراق في احدى المحافظات بسبب ايموجي او تعليق او سمايل الاضحكني، ركزوا وياي، مقتل شخص واصابه ثلاثه اخرين من بيت واحد. شنو القصه؟ القصه وما فيها، شخص نشر في مواقع التواصل الاجتماعي في صفحته عبر الفيسبوك صورة لوالدة المرحوم. أحد المعلقين ما عرف بالغلط، متقصد، ما يدري، سهوين، علق له بإيموجي أضحكني، هذا السمايل. جوي ذول الناس أصحاب المنشور ورموا هذا البيت، بيت الشخص اللي علق بالأضحكني، وانقتل أبوه وصوب عمه وهو واخوه. والسبب تعليق بالفيسبوك بايموجي الاضحكني. المشكله هسه انا اذا اريد احكي على تسرع الشخص صاحب المنشور، لو احكي على التصرف صاحب التعليق، شنو احكي؟ شخص نشر، طبعا بالمناسبه لا راح ادافع على هذا ولا راح ادافع على هذا، راح نسولف بما يمليه الضمير والحكمة والمنطق، ولو اكو شخص توفى واشخاص بالمستشفى. هذه احدى الحوادث الغريبة اللي دائما ما بين فترة واخرى نشاهد مثلها في العراق. انت سنجيب صاحب المنشور، نشرت، احنا من الناس ننشر صور، ننشر فيديوهاتنا، ننشر حلقاتنا، تجينا سيل جارف من التعليقات الجارحة، من الأضحكني، من الغلط والسب والشتم، كل هذا نشوفه والله، والتنمر وغيرها من الأمور اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن هل أنا أروح على واحد وأدق بابه وأقول له وأعاتبه، أقول لي ليش سويت؟ لو أروح أخذ سلاحي وأرميه؟ اعتبر التعليق سهواً، اعتبر هذا الإيموجي إجا سهواً بالغلط، زين؟ وأحياناً تشكل التليفون، يشكل الكيبورد، هواي إحنا عندنا تصير بينا، زين؟ وإن كان هذا الشخص قاصد إنه يجرحك بمنشور تعزية لوالدك، هو خلى وإن كان يقصد.
اروح احاسبه قانونيا، اروح احاسبه عشائريا. قانونيا بكل سهوله تقدر تاخذ حقك، تروح تاخذ صوره للتعليق وللمنشور، تروح للمحكمه، هذا الشخص اذاني نفسيا لانه انا ناشر تعزيه لوالدي وهو يضحك. ثق راح تاخذ حقك، ثق القضاء يجيب لك حقك، خاصة بالفيسبوك. هذا بمردود نفسي، أذى نفسي إلك. ليش أروح أخذ السلاح وأروح أرمي بيتهم وقت اللي واحد وصوب لي ثلاثة؟ وأنت يا صاحب التعليق شنو هالعنجهية اللي عندك هاي؟ شخص ناشر تعزية الوالدة، أنت تعلق له بإيموجي أضحكني؟ ليش؟ اكو شيء اسمه حرمة للميت. وان كانت مواقع التواصل الاجتماعي كثير احنا ننشر الاهلنا لاصدقائنا اللي يتوفون، الاقاربنا لاصحابنا كثير ننشر تعليقات انا لله وانا اليه راجعون، الله يصبركم، ما اعرف شنو. انت تجي وتخلي هذا التعليق. هذا الموضوع أنا لازم أوقف عنده حتى أوضح للناس من خلال هذا الحدث كثير من الأمور. أولاً هو عدم التسرع. يا أخوان عدم التسرع، حقك يجي بالقضاء وبالعشائر. أكو عشائر كريمة، أصحاب حظ وبخت ودواوين مفتوحة تجيب لك حقك، وأكو قضاء عراقي نزيه يجيب لك حقك كامل مكمل، يجيب لك حقك مربع. أذى نفسي أنت انصابت بي لأنه هذا الشخص أذاك وعلق لك بإيموجي أضحكني على منشور تعزية لوالدك. كل سهولة تكسب عليه دعوة يوم ما يسجن أو غرامة أو غيرها من شوف هو القانون شو يقرر. هذا الاستعجال يا ناس يودينا إلى كارثة، إلى تهلكة. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وتعليقات الناس ماذا كانت. يقول ايموجي اضحكني على فيسبوك يتسبب بمقتل شخص واصابة ثلاث اخرين. مع الاسف، مع الاسف. طبعا هذه صورة من تشيع احد المتوفين والباقين بالمستشفى. بالمناسبة انا شفت التقرير الكامل، ما حبيت اعرضه، فقط حبيت اخذ الموضوع ككل ونسولف بيه. اشخاص بالمستشفى ثلاثة، وهذا الشخص فارق الحياة بسبب تعليق على الفيسبوك. والله من الله يهجم الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، على التعليقات اللي تخلينا نخسر حياة مواطن وينصابون ثلاثة. من انهجم بيت الفيسبوك أساني شو عاتب هذا؟ لو عاتب هذا، عاتب هذا اللي يستهزئ بالميت، لو عاتب هذا اللي قام وقتلهم، شو عاتب أنا؟ أنا أوجه رسالة إلى قيادة الشرطة أو المحافظة نفسها، القضاء العراقي، دولة رئيس الوزراء، إنه ينضرب هذا الموضوع. المخطئين من الطرفين لازم يتحاكمون حتى يكون رادع لكل شخص يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبنفس الوقت السلاح ويروح يدق البيت ويرمي. هاي السؤال. تعليقات تقول انفال لا اله الا الله، بعد وين توصل العالم؟ والله ما اعرف. خب احضره وانتهى الموضوع. والله انفال اني كشخص ايش قاعد تجيني تعليقات؟ والله ولا احضر شخص، خليه يحكي براحته، خليه يسب يشتم براحته. ما اللي يمدح يمدح، واللي يسب يسب، واللي يتنمر يتنمر. ما راح تاخذ مني ولا راح تنقصني، بالعكس اسويها دافع، اسوي مردود ايجابي الي. مع هذا انا واحد من الناس اذا اوقع بيك موقف شلت صراحه، انا مالو شخص، حالي من حال الناس. انشر تعزيه للشخص، يجي واحد يقلي منشوره تعليق او ايموجي اضحكني، اخذ سكرين اروح اقدم دعوه بالمحكمه جيبوا لي حقي، اذاني نفسيا بهذا التعليق. كل شيء ما اسوي بعد قضاء هو راح ياخذ.
أأذيه بالقضاء بالقانون مثل ما أذاني نفسيا. فضت راحت، ما أروح أجيب سلاحي وأروح أرمي. أحمد يقول هي جريمة صحيحة ويستحق منفذها أقصى عقوبة، بس واحد منزل تعزية على والده وأنت تضحك، هاي واقفة. محمد جبار يقول شنو جاي يصير بهذا العالم؟ ما أعرف ناس أخذت اللقمة ودرجة 100% القمة أو ما أعرف شنو في العنفوان والهرج، وكذلك أخذت سالب صفر في تحكم في العقل والقيادة. وهذا العالم أو الشعب إلا السلام أو الاستقرار، يعني يريد يوصل إنه لا سلام ولا استقرار، إن شاء الله موجود السلام. محمد يقول منا من العقابة سائل أدب، هذا استهتار من الطرفين. نعم أتفق. سليمة أو سيلما أو سليمة ما أعرف شنو الاسم، شلون عقول فارغة اللي مركزين ويا التعليقات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا والناس والله ما أركز وياها. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع الإيموجي اللي تسبب بمقتل وإصابة 3 آخرين في إحدى المحافظات العراقية. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، موظف في شركة توزيع الطاقة الكهربائية تم الاعتداء عليه من قبل حماية مدير عام نقل الطاقة الكهربائية الشمالية. بالبداية نقرأ لكم الخبر، زين؟ طبعاً هو هذا الشخص اللي ظهر بالصورة، يقول محمد شاع السوداني يحيل مدير عام نقل الطاقة الكهربائية الشمالية وحمايته للتحقيق بعد الاعتداء على موظف بالضرب المبرح. قبل كل شيء نشكر رئيس الوزراء على استجابته السريعة لهذا الموضوع. أسعدنا الهامش اللي نعلق، أنت مدير عام عندك حماية، يا الله عمي عندك حماية، بس مو تخليهم يعتدون على الناس، هم يحموك. اي نعم، بس ما يعتدون على الناس. اذا كان الموظف متهجم عليك وهاي من سابع المستحيلات يجي يتهجم عليك او يريد يضربك او يريد يسوي لك، مستحيل، انا متاكد، لانه هو موظف ويشوف مدير عام ويا حمايته، مستحيل. حتى وان كان تجاوز عليك بالكلام باللفظ تكون اسمى من هذا الموضوع، توجه لطريقي. ماكرون يوميا حشش عليه، يوميا مضروب ببيضه، يوميا واحد ضارب راجدي. بريطانيا رئيس بريطانيا سأل الملك الجديد ذاك اليوم انضرب راجدي، ما ادري انضرب ببيضه، رؤساء الدول كلها تنضرب، انت مدير عام وانا متاكد هذا ما مسوي لك شيء، حمايتك يعتدون. بالمناسبه الصوره يعني ماليها الدماء بس احنا غطيناها، تجي تعتدي على موظف بسيط ومنه حمايتك؟ شنو يابا شنو انتو تعتدون على الناس؟ واذا حمايه واذا عندك سلاح واذا عم اتقوا الله، الظلم مو حلو، الظلم حرام، ما تعتدون على الناس بهاي الطريقه الوحشيه. شو جاي تحمي انت منو؟ رئيس الوزراء لو رئيس البلد؟ جاي تحمي مدير عام؟ مدير عام وفوقه عنده حمايه، يلا عمي مدير عام وعندك حمايه، خليهم يعتدون على الناس؟ اتمنى من رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء أستاذ محمد شياع السوداني، هو وجه بإحالتهم للتحقيق، أتمنى يتحاسب كل شخص أذى هذا المواطن حتى ما تتكرر هيك حالات وما نشوف هيك حالات يومية، واحد يجي يأثر على واحد وواحد يتجاوز على واحد وواحد يضربه ويخلي دمه سايل. أتمنى يأخذون عقابهم، كل شخص تجاوز أو ضرب هذا الموظف بالضرب المبرح حتى ما تنعاد بعد، وهم خلي يصيرون عبرة لمن اعتبر. وين نشوف احنا هواي والامثلة هواي يا اخوان. اليوم البلد
دا ينهض من جديد. عندنا حكومة تشكلت جديدة، عندنا وزراء جدد مقبلين على كثير من الأمور المفرحة في بغداد وباقي المحافظات. في بغداد الآن المنتجعات السياحية، الطرق اللي والشوارع والمناطق اللي بدت إكساء الطرق، بدت بهواي أمور بالشعب وجهة الحسينية وحي البساتين وهاي المناطق، توجيه من رئيس الوزراء، بدت تتبلط المناطق، يشوفون ايش محتاجين ما محتاجين. اكو في بغداد اليوم طفرة جميلة من حيث راحة المواطن، هواي جاي نشوف منتزهات تنفتح، هواي جاي نشوف منتجعات سياحية. البصرة مقبلة على تنظيم بطولة الخليج، ترى مو بالبطولة الهينة، 7 منتخبات راح تجيك وانت الثامن، 7 مشجعين من سبع دول، يعني 7 جناسي، كل دولة راح تجيك قد ما عدا الإعلام الأجنبي اللي راح يجي يغطي البطولة. اليوم احنا مقبلين على طفرة نوعية، فأتمنى الشعب والناس وأصحاب المناصب شوية يوعون لهذا الشيء. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله. طبعا مثل ما قلت لكم، السوداني يحيي المدير عام نقل الطاقة الكهربائية الشمالية وحمايته للتحقيق بعد الاعتداء على موظف بالضرب المبرح. التعليقات، سلوى تقول صايرة هاي الشغلات، كل شيء سهلة بالعراق، كلش سهلة بالعراق، أي واحد عنده حماية أو ناس ساندته يقعد يتحكم بالناس. الباقي حسبي الله ونعم الوكيل. نبعة الريحان تقول اندعتك قدرة الله على ظلم الضعفاء، فتذكر قدرة الله عليك، حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو علي يقول شنو مدير عام عنده حماية؟ ماكو هيجي من سمح لي يخلي حماية. والله وانا الموضوع هم وقفت عنده، بس يلا أوكي، مدير عام عنده حماية، بس مو أخليهم يتجاوزون على الناس يا أبو علي، مو أخليهم يعني يضربون الموظفين. شنو شنو شنو؟ عبد عندك تضربه؟ عبد عندك وما عبد؟ لا إله إلا الله. عمار يقول عمي كفيلك محمد مو مدراء عامين، عصابات، كل واحد مخلي قرايبه وماكو اي اسلوب بالحوار. طبعا هاي موجوده بكل الدوائر. هاشم يقول يستاهلون الحساب القانوني تماما، لان بعض الحمايات استفحلوا على الناس وكانهم هم المسؤولين واصحاب القرار، وطبعا بدعم واسناد من كبير هم الذي يحمونه ويحتمون به، بل ان هناك ابناء بعض المسؤولين هم من يتحكم بالقرار وكانه هو المعني بذلك المكان او تلك الدائره. اتفق وياك انا بهذا التعليق اللي هو كان اخر تعليق بهذا الموضوع، اللي هو موضوع الاعتداء على موظف، وان شاء الله سيد رئيس الوزراء وجهت حالتهم للتحقيق وان شاء الله ياخذون جزاءهم العادل. موضوعنا الثالث والاخير في فقره فيس تو فيس، حيث كاس العالم اللي راح يشارف على النهاية مع الأسف. وصلنا اليوم للدور نصف النهائي، بانت ملامح الأبطال. الأرجنتين تقابل كرواتيا وفرنسا تواجه المغرب، كأس العالم الترند الحدث الشاغل الناس كلها. الأرجنتين فريق المفضل إن شاء الله يأخذ البطولة، تأهل إلى نصف النهائي لملاقاة العدو الغاشم كرواتيا وياهم مودريتش وهاي الاسماء اللي هم من جماعه ريال مدريد. ان شاء الله احنا ناخذ اللقب عليهم، ان شاء الله نفوزهم، نفوز على اللي راح يجينا من هناك. رونالدو طلع او البرتغال طلعت، الحمد لله والشكر خلصنا من جماعه الدون رونالدو. ملامح البطوله، ملامح النهائي قد عرفت. من هنا الارجنتين وكرواتيا، ومن هنا فرنسا والمغرب. المغرب التي حققت المفاجأة وتأهلت إلى نصف النهائي لتلاقي فرنسا المنتخب العنيد في هذه البطولة. اليوم ليونيل ميسي والأرجنتين مقابل كرواتيا ومودريتش، مباراة قوية جدا. نفس الوقت طبعا مو اليوم، بس يعني جاي سولف اليوم، هي البطوله راح تبدي 3 و4
أو أربعاء أو خميس يستأنف نصف النهائي. راح نشوف مباريات قوية جدا، ملامح البطل، ملامح النهائي وضحت، يعني ما يحتاج سولف بيها أكثر. بس شفنا هواي مفاجآت في البطولة، البرازيل، إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، هواي منتخبات طلعت وكانت مرشحة لنيل اللقب. المغرب وكرواتيا اللي ما حد رشحهم ممكن يعبرون مجموعاتهم، عبروا وصلوا نصف النهائي. فرنسا هذا المنتخب اللي اجى بهدوء وايضا صعد لنصف النهائي. وجهة نظري، رأيي الشخصي ويا العاطفة، مو بعيد عن العاطفة، لا العاطفة وياه، اتوقع النهائي بين الارجنتين وفرنسا. اتوقع المغرب بالبلد العربي، اعتقد هذا حد نصف النهائي. المنتخب الفرنسي منتخب عنيد جدا، مو نفس المنتخب البرتغالي حتى المغرب تفوز عليه. وكذلك كرواتيا، مستحيل الصدفه تخليهم هم وفرنسا بالنهائي بطوله ورا بطوله، لا هذا مو هذا حظ. كرواتيا اللي منتخب عنيد، يحب دفاع، متحفظ، يهاجم وقت ما يريد يهاجم، ياخذ من المباراة اللي يريده هدف او هدفين. نفس الوقت الارجنتين منتخب مارادونا اعظم من بيليه، ميسي سيجلب لنا الكأس، هاي الهتافات، ارجنتينا. فهذه هي ملامح نصف النهائي، وصلنا الى نصف النهائي وان شاء الله راح نشوف مباريات قوية. خلينا نشوف التعليقات واراء الناس ماذا تقول. طبعا من حساب الفيفا، فيفا وورد كاب ذا فينال 4، فرنسا، كرواتيا، الارجنتين، المغرب، قطر 2022. التعليقات واراء الناس. يقول حسن: الارجنتين كرواتيا تنتهي بفوز الارجنتين. حبيبي حسن ابو فلاح، حبيبي على راسي. فرنسا المغرب تنتهي بفوز فرنسا، الارجنتين فرنسا تنتهي بتتويج الارجنتين. انت والله حبيبي حسن، حسن هادي بدو اروح لك صدق تحت كذي بعاشتيده. هذا التعليق المفرح. زيد يقول: شوفوا يونس محمود شي يقول، انتم قولوا عكسه. بالمناسبه يونس محمود متعمد بهاي التوقعات، انا واحد من الناس حاكيته قلت له بذنون حاول تتوقع فوز هولندا على الارجنتين حتى الارجنتين تفوز، والحمد لله اتوقع فوز هولندا والارجنتين تاهلت. ان شاء الله بهاي المباراه راح اقول له قول كرواتيا تفوز، وان شاء الله يعني ان شاء الله ابو ذنون يتوقع العكس، يعني ان شاء الله بهاي المباراه راح يتوقع فوز كرواتيا حتى الارجنتين تتاهل، وبالنهائي يقول الارجنتين تخسر حتى الارجنتين تاخذ البطوله. ونختم مسيره افضل من لمس الكره عبر التاريخ، وجهه نظري افضل من مارادونا وبيليه وزيدان وكريستيانو بيكنباور وغيرهم من اللاعبين، ليونيل ميسي. لعده شيء يواجهني، انا هذا رايي الشخصي. سلام يقول: فقط فرنسا لا تستحق التواجد، انجلترا افضل. عبد الله يقول: المغرب بعد ها هي ما بها مجال، فرنسا ما يشاقون ما يرحمون. اما وليد يقول: الارجنتين طريقها صار سهل، استراليا، بولندا، كرواتيا، والنهائي ويا الطلبة. ما اتحمل اشوفهم يحتفلون، راح اطلع هج، راح اروح المكان ما بي انترنت وتلفزيون. يا حبيبي وليد توكل بالله، تهج تروح تشوف اللعبه ما ادري وين، تشوفها بالراديو، تشوفها بالاشعارات بالتليفون، ما لنا علاقه حبيبي. احنا اليوم نريد الارجنتين تاخذ اللقب، او انا اريد الارجنتين تاخذ اللقب، كيفي برنامجي وكيف اقول بي رايك. عندك اعتراض صار مثل حسن اول تعليق، شلون تعليق حلو قال الارجنتين تاخذ البطوله، تعليق مفرح يبعث الامل. طبعا هذا كان اخر تعليق اللي هو تعليق وليد بخصوص موضوع النصف النهائي، نصف نهائي بطوله كاس العالم. كما ما قلت لكم هذا هي ملامح نصف النهائي وملامح البطل قد بانت ان شاء الله الارجنتين. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، فقره الترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فقره الترند تيوب، حيث الفيديوهات اللي تنتشر بالسوشيال ميديا. الفيديو الاول اللي عندنا هو من البصره، من احدى المستشفيات. دائما احنا نناشد وزاره الصحه، وحاليا راح اناشد الوزير الجديد، وزير الصحه الجديد، بعد ما نشاهد الفيديو. مثل ما تشوفون الفيديو اللي ظهر امامكم يناشد على عدم وجود طبيب خفر. بالمناسبه راح يقول لي واحد، هو جنازه شنو يحتاج الطبيب؟ يحتاجه بالتقرير، تقرير حاله الوفاه، بشهاده الوفاه، بفحص الجثه، حتى يسلموهم الذوي المتوفي. هذا الموضوع احنا نعاني منه حتى في بغداد، ولكن عندنا اكثر من مستشفى. نحول من مستشفى الشيخ زايد نروح للكندي، من الكندي نروح لمستشفى الشهيد الصدر، نروح لمستشفى مدينه الطب قريبه. البصره كلها بها اثنين مستشفيات على ما اعتقد. عدم وجود طبيب خفر. انا اناشد وزير الصحه الجديد. الوزاره بها هوايه اخطاء، بها هوايه تخبطات. اليوم انت لازم تتابع هذا الموضوع. هواية جاي تتعين ناس في الوزارة، اطباء هواية تتعين، هواية، وعندنا وافر من الاطباء، وافر كبير جدا. زين، فاتمنى انه تراقب هذا الموضوع. انت اليوم في مستهل مشوارك في الوزارة، نعم استلمت وزارة بها هواي أخطاء، بها هواي تخبطات. نتمنى تصحح هذا الموضوع وتوجه كل المحافظات، كل دوائر الصحة اللي بالمحافظات بمتابعة شؤون المواطنين. نتمنى هذا الرسالة توصل لمعاليك. احنا نتوسم بك الخير، لأنه حضرتك للتو استلمت الوزارة، فلازم ان شاء الله كل هاي الامور تنحل، وما نشوف المواطنين بحاجه او بحاجه للمناشده. نتمنى هذا الموضوع ينحل. وايضا على الاطباء، احنا مو كل شيء نناشد ونناشد، يعني انت عايف مكانك، هذا يعني هذا عملك، ما يصير تعوفه وتروح. يعني ما يصير انت ينتظروك من الفجر لـ8 الصبح وعلى مود يستلمون جثة المتوفي، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله. فهذا الموضوع يا أطبائنا، الرحمة موجودة، إن شاء الله الرحمة موجودة، وتراعون ظروف ومشاعر هاي الناس. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حمد يقول الفساد والفوضى في كل مكان بالعراق. اما حيدر يقول هاي معاناه وزاره الصحه اللي كلها فساد من راسها الاصغر موظف. سابقا الوزاره عانينا منها هواي، ولكن مثل ما قلت لكم بالوزير الجديد اللي اجى حاليا نتمنى كل هاي المواضيع يراقبها. كل الوزراء ان شاء الله يخلصون الوزارات من كل الحيتان، حيتان الفساد، من كل حتى الصغار الفاسدين. نتمنى انه يتحاسبون. اتوجه على دوائر الصحة كلها واشوف شنو اللي محتاجي وشنو اللي يعانون منه. يقول او تقول كوثر، كم شخص مات لان طبيب خفر ماكو او بابا مقفل؟ وتسال يقولون يفتر على المرضى، وهو وين؟ الله اعلم. واذا موجود نايم وما يقبل يجي. هو هذا هم الاطباء، يعني انتو ملوك الرحمة بالارض، ملوك الانسانية بالارض، ان ما تعوفون اماكنكم. وإذا أكو مثلا بس أنت بهاي المستشفى، قدم طلب. عم اطلع ناشد وأنا أطلع مناشدتك هنا ونجيب لك طبيب ثاني، شو يصير نظام البديل؟ ما أعرف شو تسموه، خفر ومقيم، ما أعرف أنا بهاي التسميات. بس لا تعوف مكانك الناس المرضى بحاجتك. وسامي يقول لو بغداد كان نقدر نعالج الموقف، بس كل مستشفيات بغداد موجود خفر ووفيات، حتى لو بالبيت يجي غصبا عليه. وان شاء الله ماكو شيء اسمه غصب، بس فعلا مرات احنا قبل فتره توفى اب احد اصدقائنا، توجهنا للمستشفى
طبيب ماكو، اتصلنا عليه اخذنا رقمه، توجه مباشره الى الثلاجه وفحص المتوفي وكتب التقرير وسلمنا شو اسمه. فاتمنى هذا الموضوع تكون عليه مراقبه. هذا الفيديو الاول اللي انتشر عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو الثاني افضل انه نشوفه وراه نسولف. وبعدين جرب. هي هاي نهايتكم. هي هاي نهاية الغلط. هي هاي نهاية الـ 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 العمل الحرام اللي ما يرضى به لا اسلام لا دين لا بشر لا رب العالمين. هو هذا العمل غلط، هاي نهايته. مسطرين ألقوا القبض عليكم، عصابة متخصصة بالمخدرات والدراجات سرقت الدراجات. هاي احنا نتعاطى ونبيع ودراج، هاي نهايتكم. هاي نهايتكم بالسجن. ايش قد تريد تشتغل بهذا العمل؟ سنة سنتين نهايتك هاي. ألقوا القبض عليكم راح تروحون للسجن. تفضل. هاي ما كفيكم قصاص وجاي تشرح للناس على ضيمك. فرحان هسه؟ كل واحد عنده أهل وأصدقاء وعشيرة وأقارب وزوجة وأطفال هاي نهايتكم. هاي نهاية كل عمل خاطئ، هاي نهاية كل عمل بإجرام، بتسليب، بسرقة، بتغييب لوعي الناس بالمخدرات وبالكريستال وما أعرف شنو، هاي نهايتكم. وين ما أكو شباب حلوين مرتبين عندهم مناصب وموظفين ويشتغلون وخير من الله، وين ما أكو أنت هسه راح تطب للسجن. يلا استفاد، شو استفاد تقول لي من هاي كل العمل اللي سويته؟ ستقول لي شغل ماكو؟ افوت بعينك واقول لك اكو شغل. افوت بعين اكبر واحد واقول له العراق وبغداد والبلد كله بشغل مو طبيعي. شو تريد شغل موجود. قلت ما تلقى، قل شي ما تلقى عامل في مقهى او مطعم شفتك 6 ساعات او 5 ساعات يوميتك 20,000. قلت ما تلقى. ما اقول لك عماله، لا ما اقول لك عماله ابدا، ما اقول لك عماله زين، ولا هي مهنه محترمه وشريفه وعمل يكسبون من وراء فلوس حلوه، بس ما اقول لك عماله. هسه تقول لي تعب والعماله لها ناسها اقوياء، وهذا عامل كابتن في صاله مطعم او مقهى، هاي ابسط شيء تاخذ لك 20,000 باليوم تداوم لك 6 ساعات. هاي اذا ماكو تعيين ووظيفه. بس شلون لازم تشتغل بالحرام، فلازم هذا مصيرك. خلي نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. يقول مرتضى ابو حرب: لا اله الا الله يا رب العالمين، الشباب راح تضيع. والله ما قال لي لهم ضيعوا، احنا انا واحد من الناس، هواي بشر هواي شباب، قدامنا الطريق الاعوج والطريق الصح، قدامنا المخدرات والسرقه والهذا، وقدامنا الطريق اللي يرضي رب العالمين واللي نراعي به بيتنا وناسنا واهلنا وشخصيتنا. روح لهذا الطريق. مصطفى يقول: يعني اذا غاب القانون المجتمع ينغسل غسل من الاخلاق والانسانيه والعرف؟ معقوله لهالدرجه وصل الحال؟ نعم معقوله عزيزي. بريق الامل: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يعبث بامن وسلامه البلد. اما احمد يقول: في يوم من الايام انباقت دراجه ابني في منطقه الاقراعات، ابني ذهب الى مركز شرطه الصليخ فقالوا له: نحن لا علاقه لنا بسرقات الدراجات. شا وين يروح؟ المهم الله يعوض. ليش خويا بالمركز مال الشرطه تقول له ما لنا علاقه؟ صدق شا وين يروح؟ بس يعني يجوز هذا واحد قال لك، يجوز اكو غيره من الضباط. ام عمر تقول: ابطال المكافحه خلصونا من هيجي نماذج تدمر البلد وتدمر العائله. هذا كان اخر تعليق بآخر فيديو. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وفقرة التويتات، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فقرة تويتات، الفقرة المتخصصة إلى يوم النصر. يوم النصر على عصابات داعش الإرهابية وتحرير المناطق والمحافظات من الإرهاب الداعشي اللي حل بالبلد، تحقق بسواعد الأبطال من القوات الأمنية
والحشد الشعبي المقدس صاحب التضحيات الكبيرة اللي قدمها. خلينا نشوف أول هاشتاج انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وفقرة أو تطبيق تويتر انتشر بصورة كبيرة جدا، يوم النصر، يوم النصر العراقي. التغريدات: أمير فيصل يقول ذكرى الانتصار المشرف، شكرا لله، شكرا للإمام السيد علي السيستاني، شكرا للحشد الشعبي والجيش والشرطة وباقي صنوف القوات الأمنية، شكرا لفصائل المقاومة العراقية، بدماء الشهداء انتصرنا. حسين يقول في يوم النصر العراقي لا ننسى جهود الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في تحقيق هذا النصر الكبير على أعتى قوة إرهابية أرادت النيل من العراق، فبجهوده وخططه التي كانت سباقة في ميادين الجهاد هي من صنعت هذا النصر المؤزر وإنهاء حقبة الإرهاب، فالشكر للأيادي التي رسمت ملامح التخطيط لهذا النصر. فيحاء تقول ستبقى راية الحشد خفاقة في سماء الله ومنتصرة. أما علي يقول بعد آلاف السنين سيذكر التاريخ أن على أرض الرافدين وبسواعد أبناء الملحة تم سحق أقدر تنظيم إرهابي في العالم. ولمن لا يعرف كيف تحقق النصر عليه الذهاب إلى مقبرة وادي السلام، حينها ستتضح له الإجابة. سلاما للشهداء، سلاما للجرحى، سلاما لعوائلهم، يوم النصر العراقي. نور تقول الأبطال الذين دافعوا عن الدين والعرض والوطن وعن المقدسات وعن إرث تاريخ هذا الشعب الكريم الذي يواجه التحدي بكل شجاعة وبسالة. تغريدة من كوين أميلا، ما أعرف اسمك شنو بالضبط، بس باليوزر كوين ملكة. أبطالا شرفوا التاريخ، من يحبون أرضهم أرخصوا دماءهم لها، لذلك كانوا بعين الله عند ربهم يرزقون، يوم النصر العراقي. ضحكة حشد تقول أبو مهدي المهندس فارس الفتوى والتحرير، السلام لروحك أيها الأممي، يوم النصر العراقي. شكرا لأمهات الشهداء، شكرا لزوجات الشهداء على هذه التضحية التي قدموها من أجل الوطن، يوم النصر العراقي. هذا هو الهاشتاج الأول اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. في يوم النصر العراقي نستذكر شهداء المقاومة الذين سطروا أروع البطولات والفداء والتضحية لأجل الوطن. يا أيها الشهداء سلاما. جيلان تقول شاء من شاء وأبى من أبى، باسم الدين حررنا أرضنا. الهاشتاج الثاني اللي انتشر ايضا بصوره كبيره جدا في مواقع التواصل الاجتماعي وايضا كان قد نال عدد كبير من التغريدات والتفاعل، بفتواك انتصرنا. المرجع الاعلى السيد السيستاني دام ظله، بفتواك انتصرنا. مرجع الشيعة الكبير اللي كنا نحتمي تحت خيمته وتحت رأيه ومقولته ونصيحته وكل اللي يتحدث به عن العراق وعن البلد وعن الدين وعن الأئمة الأطهار هو السيد الإمام علي السيستاني. الحشد الشعبي المقدس أساس القوى العقائدية ويجب دعم هذه المؤسسة والحفاظ عليها. شهد الياسري: سنوات مرت ولا تزال الفتوى منقوشة في قلوب العراقيين، يتشبثون بها لأنها وحدتهم ضد الإرهاب الذي أدرك أن العراق عصي على الاستسلام، عصي على الاستسلام، وأن هذا الشعب لا يهزم أو يضام لأنه استجاب لنداء مرجعيته رجالا ونساء وحتى أطفال ليقدموا درسا للإرهاب تحت ملحمة تاريخية اسمها الحشد، بفتواك انتصرنا. أيضا تغريدة: دكتور علي بفتواك انتصرنا يا خيمة العراق والأب الحنون. وأيضا كثير من التغريدات وكثير من التفاعل اللي صار في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا أبارك في هذا اليوم لكل العراقيين ذكرى النصر، وأيضا
المرجعية الدينية الله يحفظها لنا اللي فتت بهذا الموضوع وصارت فتوى الجهاد وراحت الشباب والشياب والنساء والأطفال من كل المحافظات. بنفس الوقت الله يرحم كل الشهداء اللي ضحوا وقدموا الغالي والنفيس في سبيل الوطن. زين، وأيضا نتمنى أنه عوائل الشهداء وكل يعني ذوي الضحايا ذويهم ينالون مرتبة كبيرة في البلد، لأنهم قدموا أولادهم وأبنائهم وضحوا من أجل عراق واحد متماسك قوي، وتم الانتصار على داعش الإرهابي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، أقول لكم في مال الله.